من القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. اللغة العربية أو لغة الضاد تتميز بأساليبها الجمالية المختلفة، وينطق بها أكثر من 400 مليون شخص، وترتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من المجالات وعلى رأسها القضاء. لكن بالرغم من كون اللغة العربية عاملا أساسيا في مهنة القضاء، إلا أن بث بعض المحاكمات الهامة في فترة ما بعد الثورة أو بيانات الاستحقاقات الانتخابية كشفت عن قصور كبير في هذا الجانب. وبدون راحة أسبوعية في ظروف غاية في الصعوبة، معرضين حياتهم أحيانا للخطر فداء للوطن. المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات كان مثار انتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كثرة الأخطاء الإملائية والنحوية والتي وصلت لنحو 70 خطأ. وكل المحافظين في كافة المحافظات على مساعدتهم ومعاونتهم وتسديل كافة العقبات، وشكر خاص أيضا لكل مواطن ذهب للجان الانتخاب للإدلاء بصوته وإصراره على ممارسة حقه الانتخابي أيا كان رأيه. الأخطاء النحوية لم تكن حاضرة فقط، بل حتى التاريخية التي لا يجب أن تصدر عن شيخ من شيوخ القضاء. قيادة هولاكو الذي اجتاح بغداد ودمر مدينتها وحرق مكتبتها، حتى قيل أن نهر دلجة ظل مسودا لأكثر من عدة أيام بسبب قسرة ما ألقي فيه من وثائق وكتب. فتحرك له جيش مصر بقيادة سيف الدين قطز. المستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة القرن لفت الأنظار أيضا في بيانه الذي أصدره قبل الحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك بسبب كثرة الأخطاء النحوية فيه. ولا يسع المحكمة في هذا المنح من التداعي بما سطرته بيمينها الطاهرة وما وقر في ضميرها عن حق وصدق وما استقر في وجدانها عن يقين وجزم، إلا أن تذكر ما تيسر من آيات الذكر الحكيم لعل من يقرأها يعود إلى الرشد ويتقي الله في علاه فيجعل له مخرجا. ومن آياته سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولم يتوقف الأمر على اللغة المنطوقة، حيث تداول النشطاء صورا للافتة الرئيسة في المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري عام 2013، والتي احتوت على عدد من الأخطاء النحوية تظهر عدم التمييز بين همزات القطع وآلف الوصل.